تحية صباحية، مرحبا بكل من التحق بنا اللحظة. كما شفتوا في الجينجل مشاهدينا كي لحقنا لفقرة عيش بيو عيش صحي. هذه الفقرة اللي تجيب لكم وصفات طبيعية بمواد بيو، إذا بيو 100% صحية 100% باش تستفادوا منها. إذا وصفات تجميلية للعناية بالبشرة بالشعر بالجسم تاعنا، خاصة خلال فصل الشتاء، بمكونات بسيطة متوفرة في كل البيوت الجزائرية، وحتى المكونات يعني اللي ماشي متوفرة في البيت يعني تكون متوفرة في الأسواق، ويعني الأثمان تاعها تكون في متناول الجميع. إذا دون إطالة مشاهدينا، نستقبل في الأستوديو جازية حرمات جازية، راني جاية لك فاق حمرات راهي تصحح لي، هي مازال ما رحبت بها. يلا خلاص ما خليتينيش نكمل، صباح الخير. مرحبا بك، لاباسك مليحة جازية؟ خلاص راكي تجوزي معانا، هذاك الميكرو تاعك يسمع، يعني كي صححتي لي خرجت على الشاشة. واش راكي لاباس؟ صافا الحمد لله، كم لا الحمد لله، مرحبا بك. يلا خلاص ما نعرفكش، خلاص تعرف عليك المشاهد غنية عن التعريف. وليتي انت يا مولات الدار، جينا كل يوم خميس باش تعطينا وصفات طبيعية. وحديثنا اليوم مشاهدينا عن الحمضيات، استخدام الحمضيات في التجميل والعناية بالبشرة وبالجسم وبالشعر وما إلى ذلك، نظرا للأهمية تاعها، ليس كذلك جازية؟ أكيد الحمضيات عندها دور فعال في الجسم والبشرة. نبدأ نعرفوا عليها قبل الحمضيات. الموطن الأصلي تاعها هي في أستراليا شرق آسيا، ومن بعد جابوها الدول المتوسطية ونجحت الزراعة تاعها. ايه نجحت. إذا القار الصين المندرين اللي ناكلوا فيهم، يعني الموطن الأساسي تاعها ما كانش هنا، يعني كانت دول متوسطية، كانت في أستراليا وفي شرق آسيا. الموطن الأساسي تاعها هذاك هو، ومن بعد انتشرت، جابوها وسياو الزراعة تاعها ونجحت والحمد لله. وحنايا يعني المجتمع تاعنا من المستهلكين الكبار لهاد الحمضيات، خاصة الفوائد الكبيرة ليها. والمنتجين ايضا، الجزائر معروفه يعني الشمال الجزائري من الشرق للغرب كامل يعني منتج التشينا والمندرين، ونعرفوا ديك الماركه العالميه اللي كانت فرنسا بداتها في الجزائر، يعني دون ترويج لهذا المدار، كون يعني البرتقال تاعنا لذيذ ومشبع ومايح وحلو. يلا اذا جابوها نجحت اذا للاستهلاك يعني باش ناكلوها، لكن هناك استعمالات اخرى للحمضيات. شوفي، هي من الاول كانت الفوائد تاعها باينه، ولكن خاصه في فتره الكورونا شغل عرفوا لها قيمتها اكثر، الناس عرفوا لها قيمتها اكثر من اللي كانت، ولاو يستعملوها كعلاج. بالنسبه للجسم، عندها فوائد للجسم وعندها فوائد للبشره. يلا نبداو بالجسم، شنو هي فوائد الحمضيات بالنسبه للجسم؟ فوائد الحمضيات للجسم، هي تعتبر كمنشطات، فيها فيتامينات كثيره، تحتوي على فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين دي، وخاصه فيتامين سي، تحتوي على بعض المعادن. كذلك نقدروا نستعملوها في الامراض الزكام، استعملوها كمنشطات، نستعملوها يعني من اجل تعزيز الجهاز المناعي. اكيد ايه استعملوها بزاف. جبت لكم اليوم واحد الوصفه استعملوها بزاف في فتره الكورونا، مع القرنفل. اكيد راكم سامعين بها، ما كاش اللي ما جربهاش. اكيد جربناها يعني خلال جائحه كورونا، ما كاش حاجه ما جربناهاش، ولاناها عباره عن تجارب، احنا سينا في روحنا كلش. يعني فيها مضادات اكسده، مضادات للبكتيريا، مليحه للجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، تساعد حتى في الكيلة. أكيد. تساعد في تطهير الكيلة، تطهير الكبد. هذه الوصفة، خلينا ندرو على الحمضيات جازية، الفوائد تاعها إذا ما رتبناها يعني ما بين التشينا، القارص، المندرين، أيضا رانا نشوفوا البومبلوموس هذه الأيام راهو منتشر، لذيذ جدا رغم أنه ما نستهلكوش بزاف، لكن فوائد لا تعد ولا تحصى. إذا ما رتبناها شكون الأفضل فيهم؟ الليمون هو اول، غني تقدري تقولي الدرجه تاع فيتامين سي اللي فيه تكون اكثر من الحمضيات الاخرى. الاستعمال تاعو دائما يكون شائع اكثر مقارنه بالحمضيات الاخرى.
أكيد. أيضا فيما يخص القرص كيفاش نتناولوه يعني باش هكذا نستفادوا من كل الفوائد تاعو، خاصة ما تعلق بالفيتامين سي، كيفاش نستهلكوه؟ القرص شوفي، إما ديريه تيزان إما تديريه عصير، عصير الليمون. عصير الليمون ولا الليتيزان تاعو ثاني ملاح بزاف وتخيزي سيكاس. اكيد. اذا ما استعملناش مباشره على البشره، كيفاش نستهلكوا الحمضيات بطريقه تستفاد منهم البشره تاعنا اذا ما يعني ما ابليكيناش مباشره على البشره تاعنا ولا على الجسم تاعنا؟ شوفي، ما نستعملوش مباشره على البشره خاطش لي زاسيد فيها قويه بزاف، تقدر تحرق البشره. اسمها لازم تكون مع مكونات اخرى. لدرجة انه شوفي، كي تستعملي لي زاسيد ولا الليمون ولا البرتقال ولا، ما تقابليش الشمس، ما تقابليش الضوء، خاش تتأكسد الحمضيات هذيك تتأكسد، حتى الضوء تاع المنزل، وماذا بك ما يكونش كاين كي ديري تابليكي ماسك تاع ليمون ولا، ما يكونش الإضاءة، ما تكونش الإضاءة قوية. كي تاكليها يديك ما تطوليش بزاف وتعاودي تغسليهم، خاطش تخلي لك بقع داكنه كي تتاكسد. يعني الحمضيات نعرفها كي تتاكسد تخلي لك الحموضه هذيك، سواء برتقال يعني. ولا تخلي لك هذيك لي زاسيد يحرقوا لك في يدك، انت ما تنتبهيلهاش بصح تخلي لك هذاك الاسوداد هذاك. اكيد. القرص نشوفوا انه عنده لونين، نصيبوه خضر ونصيبوه ونصيبوه صفر، وشنو هو النوع ربما اللي هو احسن؟ لانه على بالنا بلي الالوان عندها دلاله في التغذيه وحتى في التجميل. اكيد. الاخضر لي زاسيديتي اللي فيه يكونوا بلي فور بارابور للاصفر، يعني معدل الحموضه، معدل الحموضه البي اش يكون مرتفع فيه بزاف. كيما اللي عندهم بشره حساسه ولا بشره جافه، من الافضل يستعملوا الليمون الاصفر تكون فيه درجه الحموضه شويه ناقصه. وبالنسبه للبشره الدهنيه ولا، يستعملوا الاخضر افضل خاص تكون لي زاسيد حنا يعاونوا البشره تاعنا. اذا اللي عندهم القرحه المعديه يتفاداوها القارص. اكيد. ولا يديليوه يكثروا له الماء، ما يكونش بلو كونسونتري. يلا خلينا نهضروا على حنايا، على بالنا الحمضيات نشربوهم على شكل عصير، تشينا ناكلوها حبه، كاين اللي يستخسروا ما يحبوش يعصروها، تشينا يقول لك تخسر الفوائد تاعها، تنقص الفوائد، تنقص الفوائد تاعها كي نعصروها. كيف ذلك؟ وخاصة كي تستعملي البغا ولا الحديد هذاك يأثر عليها. يعني التفاعل مع الحديد، تعصريها بيدك ولا تعصريها. يعني معلومة علمية. اكيد. يتأكسد كي يتفاعل لي زاسيد مع الحديد ولا يتفاعل، كاين تفاعل انت ما تشوفيش بعين مجردة بصح كاين تفاعل حتى مع الحديد. اذا مرحينا هذيك التشينا في وعاء بلاستيكي مع استخدام هذاك البغا، ثاني يحدث تفاعل مع البلاستيك. يحدث تفاعل. من الاحسن تاكليها هكذاك، هكذاك يعني على شكلها الطبيعي. مباشره. كاين يعصروها على حالها في لاسونتريفيجوز، في هذه الحاله في العصاره الكهربائيه. كاين اللي يعصروا لها على حالها. تبقى نفسها، يبقاو الفوائد تاعها، يبقاو الفوائد. في هذه الحاله ما كانش، اذا ما كانش فيها حديد اينوك هكذاك ومليح بارابور الحديد، الحديد هو اللي يتفاعل بزاف. اكيد. نروحوا ايضا، قلت لك حنا يعني نستعملوها في ريال، حاجه مهمه ثاني نستعملوها في خفض الوزن، خاطش فيها لي زونتي اوكسيدون يحرقوا الدهون في البطن ولا في الجسم ككل. بزاف يستعملوها هذه الطريقه. وشنو هي، ماذا بهم ما يديروش السكر، السكر في سعرات حراريه، هذوك لي كالوريك شغل ما درنا والو. ايضا لو كان نعرضوا القارص لدرجه حراره راح تتاثر الفيتامين سي. اكيد تتاثر. من الاحسن تخليها هكذا. انا كنت طرحت هذا السؤال البارحه على سمية البي، قلت لها انه الفيتامين سي هي من بين الفيتامينات اللي ضعيفه نوعا ما، هشه يعني تتاثر بالعوامل الخارجيه. شوفي كي يديروها تيزان من الاحسن ما يغلوهش، كي يغلي الماء ولا كي يسخن ترميه فيه، ترميه فيه وتغطيه، هذا ما كان، خليه شي يغلي بزاف فيه.
أكيد هذا فيما يخص الاستهلاك تاع القارص تاع العصير تاع الليمون العصير تاع تشينا كذلك. نروح أيضا للاستخدام تاع القشرة. القشرة مهمة جدا، كاين بزاف اللي يستغناو عليها، يعني يتخلاو عليها يقشروها يرموا هذوك القشرة ليس كذلك؟ عندهم فوائد القشر؟ شوفي في تقدري تقولي كامل الفواكه تصيبي دائما القشرة فيها نسبة أكثر من واش كاين في اللب تاع الفاكهه هذه. نبداو بالقارص على سبيل المثال، واش نصيبو في هذاك لوزاز دو سيترون؟ لي زونتي اوكسيدون كامل فيه، لي زونتي باكتيريان ثاني نلقاوهم فيه. الزيت ايضا تاع القارص كاين زيت تاع القارص في القشره، اكيد كاين زيت تاع القارص ثاني في القشره ما نستغناوش عليها. ويعني يعني بين القشره الاوليه واللب تاع القارص نصيبوا ديك القشره البيضاء، يعني حاله حال يعني البرتقال ايضا، هذيك فيها فوائد ولا ما عندهاش فوائد؟ هي فوائد اللي فيها المعادن، فيها الحديد وفيها الفوسفور، هذيك القشره هذيك هي اللي نلقاو فيها هذو المعادن. هذا المعادن لازم نستغلوها ونستغلوها على اتم وجه. نشوفوا هذه الصوره، كاين بزاف اللي يتخلاو على داخل الحبه تاع المندرين، كاين اللي يقشروا ايضا هذوك البراج هذوك يقشروهم الالياف. في هذه الحاله يعني هذا الاجراء صحي ماشي صحي؟ لا نستهلكوها كومبلي، من الاحسن نستهلكوها مباشره. هذيك يعني الالياف مهمه جدا. مهمه اكيد. نشوفوا ايضا صور اخرى جبناها اليوم باش نعبروا عليها. هذا فيما يخص المندرين، المندرين عندها نفس الفوائد، احنا ما نعرفوش الفوائد التجميليه تاع المندرين. احنا كنا نشوفوا بلي البرتقال عنده فوائد اكثر من المندرين، وهي العكس، المندرين فيها فوائد اكثر من البرتقال. من البرتقال اكثر من البرتقال، من حيث الاحماض اللي فيها ومن حيث المعادن اللي تحتويها. احنا يعني نعرفوا غير واحد يبدا يسعى لا نكثروا له العصير البرتقال. البرتقال هي تفيد المندرين اكثر من البرتقال. قبل ما نواصلوا ايضا في تفاصيل، فقط يراه يدوني سؤال فيما يخص الناس اللي بالك يروحوا يشربوا عصير البرتقال، يعني الخلطه التجاريه التي تباع فيها فوائد ولا فيها نكهات فقط ومعطرات؟ نكهات نكهات، ما يقدرش يدير لك عصير بيور، ما يقدرش يدير لك برتقال 100% 100%. ميم هذيك الالياف دي فوا تلقاي هذيك الالياف تقولي ايه هذه راهي تاع هي الياف صناعيه، تقولي خدع خدع. هذيك مستحيل تكون حقيقيه. ايضا نروح لنقطه اخرى مهمه جدا، كيف يؤثر ربما السكر ولا الاضافات الاخرى على عصير البرتقال والليمون؟ شوفي دوكا هي الهدف من العصير الليمون، اذا كنتي تشربيه على جال الفيتامين تاعو، الفيتامين مش راح يتغير، واذا كنتي تشربيه باش تحرقي به دهون السكر راح يكسبك سعرات حراريه. تقدري تقولي ما درتي والو، تحرقي في نفس الوقت عاودي تكسبي سعرات حراريه. اكيد. يلا نواصلوا موضوعنا نهار اليوم، نشوفوا ايضا بعض الناس باش نقعدوا دائما في عيش بيو، عيش صحي بعيدا عن ربما المواد الكيميائيه خاصه ما تعلق بالمعطرات في البيت. نشوفوا بعض الوصفات التي انتشرت بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام البرتقال والقارص مع القرفه مع حبات الرمان كمعطر طبيعي. نقدروا نستخدموه على هذا الشكل؟ كيفاش نقدروا نستفادوا منه؟ مطهر. كاين ثاني حتى وصفه غادي تستعملي العصير مع الخل وتخليه اسبوع، شغل منقوع تخليه اسبوع، تطهري به كامل الاسطح في البيت. لكن ما يتاكسدش؟ ما يتاكسدش، خاطش ديجا راهو مع الخل. وشنو هي؟ ما يندارش على الحطب، ما يندارش على الرخام ربما، الرخام ايه، ما يندارش على الكارلاج. يسمى تستعمليه فوق الاسطح المعدنيه. المعدنيه فقط. ايه ينحي لك الكالك. يقضي على البكتيريا؟ يقضي على البكتيريا. يعني الخل معروف انه يعني احنا في الجزائر من عاداتنا يعني نطفوا به. يطهروا به، كان اللي يخلطوا حتى مع الايزيس باش يغسلوا به. اكيد. اذا نقدروا نستخدموه بهذه الطريقه اللي قلت لك عليها، يعني كمعطر طبيعي. نقدروا نستعملوه.
وشنو هي طرق ربما والاحتياطات اللي لازم ناخذوها؟ في حتى ضرر ديريه في الماء منقوع، تخليه في الماء وتخليه يقعد فيه يومين ثلاث ايام حتى يطلق فيه مليح. يديروا حتى بكري كان يديروا مع البيش الا ما سمحتي بها، القشره يديروها فوق الشوفاج، فوق المدفاة، هذيك الرائحة وحدها ديجا تحرق لي بكتيريا اللي يكونوا في الـ في الـ في الجو. نروح ايضا نقطة اخرى باش نعاودوا نقولوا للاستخدامات التجميلية للحمضيات، نشوفوا ايضا الاستخدام تاعه على الاسنان، كاين بزاف ناس يستخدموه في تبييض الاسنان، هذا الاجراء صحي ولا غير صحي جزائي؟ على الاسنان غادي تقولي صحي بصح على اللثة شوية تخافي. لكن ما راحش ياكل المينا يحرقها، ايه ياكلها، خاطش ياكل لي باكتيريا، ياكل شوفي الكالكير ينحي لك الكالكير، كي يخلص الكالكير يولي ياكل لك في الطبقه الخارجيه للاسنان. اذا نعتبره في هذه الحاله صحي ولا غير صحي؟ ما ننصحش به، ما ننصحوش بها. وفيما يخص البشره قبل ما نروحوا للجزء الثاني التطبيقي، كاين بالك اللي عندهم من عاداتهم، انا نعرف اشخاص يعني شخصيا انهم كي يكملوا يستخدموا الحبه تاع القارص كي يكملوا يعصروها، هذاك اللي يقعد فيها يقسموها على زوج يعني يحكوا به مباشره على البشره، ما ننصحش به، يحرق البشره، يدير تهيج احمرار حكه في البشره، خاصه اللي عندهم ربما حساسيه، ما ننصحش به. من الاحسن يكون مع مكونات أخرى كما العسل، كما كاين بزاف مكونات تقدروا نخلطوهم معها، وفي بعض الأحيان حتى كي نخلطوه مع العسل، العسل ما يوالمش كامل أنواع البشرة. مع العسل ما تخافيش، شوفي أباغ البشرة الحساسة اللي عندها حساسية من القارص ما ننصحش باستعمله، البشرة الدهنية تستعمل ويساعدها بزاف، يساعدها في شد المسام، في يستعملوه بزاف على جل الحبوب، يساعد في التخلص من الحبوب لخاطش هو اونتي باكتيريان، ينظف البشره بعمق، يخلصنا من البشره الميته ويطهرها. التجاعيد ثاني مضاد للتجاعيد. نعاود نقولوا كنا حبسنا في القارص، القارص الفوائد تاعو تجميلية. يقوي جهاز المناعة بالنسبة للجسم ككل، يقوي جهاز المناعة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات، أهمها فيتامين سي كما قلنا، يحتوي على المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وهذا الشيء اللي يخلي الجسم تاعنا يقوم بالوظائف تاعو. ثاني معلومة مهمة أنه القارص يحارب تجدد الخلايا السرطانية، يعني يحارب الشوارد الحرة، هذيك يحاربها. كاين ثاني عدة فوائد كما قلت لك، نستعملهم مع القرنفل، يساعد في تنقية الجسم كديتوكس ناتورال طبيعي، كي نديروه مع القرنفل يولي هذاك المحلول قاعدي، يولي هذاك المحلول قاعدي يساعد في تنظيف الكلى والجهاز الهضمي وحتى الكبد، يخفف ألم البطن ويساعد في فقدان الوزن كما قلنا، يحرق لانه غني بليزونتي اوكسيدون، يحرق الدهون. وفيما يخص البشره، هل القارص يمكن يعني انه نستخدموه في الوجه فقط ولا في كافه انحاء الجسم؟ في كافه انحاء الجسم، ديجا قلنا عليه في المره اللي جازت، قلنا باللي يبيض يستعملي في اي منطقه للتبييض، يبيض لكن يعني ما نستعملوهش وحده اطلاقا، اطلاقا ما ينحطش على البشره مباشره. لازم ندخلوا مكون من بين مكونات العسل، ايضا الياورت الطبيعي نقدروا نخلطوا بالياورت الطبيعي، صفار البيض ثاني مليح، صفار البيض لكافه انحاء الجسم، كافه انحاء الجسم يعني ما نخافوش، ما تخافيش. لكن النصيحه انه ما نستخدموهش وحده اطلاقا، ايضا في التقشير نقدروا نستخدموه في التقشير كي اللي يحكم القهوه على سبيل المثال، التلوى تاعها بعد الاستخدام وما يحكها بهذوك لي روندال تاع القارص ولا السكر، ايه تقدري تستعمليه في التقشير، نقدروا تقدروا نستعملوه في التقشير، يخفف يخفف نسبه
لي زاسيد اللي فيه. لكن بالنسبه للاشخاص اللي عندهم احمرار في الاوجه تاعهم ولا في المنطقه تاع البشره الحساسه اللي قلت لك دوكا يسيو، اذا شافوا بلي كاين تهيج البشره ولا حكة ولا احمرار يستحسن يبتعدوا عليه. حنا نعرفوا الفوائد تاعو بالنسبه للبشره، بالنسبه للجسم اكيد عنده فوائد بالنسبه للشعر، بالك المتابعات اللي يتابعوا فينا، هل يستخدم الليمون من اجل عنايه بالشعر؟ يستعمل في الشعر اللي يكون فيه كميه كبيره من الدسم، عنده دهون بزاف، كاين اللي عندهم القشره يقول لك تحكي في الـ في الـ في البلاصه تاع القشره، ينشف البشره هذيك، خاطش هو واش يدير؟ يعدل انتاج السيبوم، يسمى ينقص الانتاج تاع الزيوت هذيك، يعدلها. اكيد في القشره، خاصه في القشره يستعملوه. وحتى العنايه بالاظافر معروف، يعني احنا بالك المحيط العائلي تاعنا يعني ملي تربينا ينصحونا يعني كي نكملوا نقيوا القرنون ولا نقيوا الباذنجان، الحاجه اللي تكحل اليدين يقولوا لنا لازم تحكي يدك بال باش يعاود يبيضها. وصحينا وعلى الايدي ما كاش خطوره؟ ما كاش خطوره، بصح تعاودي تغسليه كيما هضرنا مقبل، خاطر كان تخليه يتعرض لاشعه الشمس راح يولي لك بالعكس. حبيتي يبيض بصح يعاود تلاحظي ظهور البقع داكنه على اليدين. اكيد كاين ايضا اللي يستخدموا المايزينا من اجل التبييض، نقدروا نعصروا لها القارص ونستخدموها؟ كاين بزاف وصفات طبيعيه تقدري تستعمليها، الاهم ما يندرش مباشره على البشره. اكيد يلا نوصلوا البرتقال، نقدروا نستخدموه بنفس الطريقه عندهم جزية. قلت لك عندهم نفس الفيتامينات، نفس الفعاليه، برك تكون الفعاليه تاع الليمون تكون دائما اكبر، خاطر هو اللي يحتوي على نسبه كبيره من الحمضيات. لكن لزاسي. البرتقال نستخدموه ايضا في التجميل يعني باش نبيضوا البشره تاعنا وما الى ذلك. كاين اللي يجفوا البشره تاعو تجفف ويطحنوها ويستعملوها كومان غوماج. يعني عندي ايضا سؤال، الناس اللي يرحيو التشينا من بعد يصفيوها، هذاك اللب هذاك اللي نسترجعوه نقدروا نستخدموه يعني في الوصفات؟ كومان ماسك ولا يقدروا يستعملوه. التشينا مو اغريسيف بارابور القارص، يسمى يقدروا يستعملوها بيخلوهاش برك تطول بزاف على البشره تاعهم.